الحضور الكريم أزرف اللون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نلتقي أيها الجمع الكريم في هذا اليوم الأغر على هذه الأرض المزكاة بدماء الشهداء والربوع التي شهدت أروع المواقف الباسلة وخطت بدماء أبنائها أنبل الصفحات في سجل ثورتنا الخالدة. وإننا في هذا الموقف المهيب امتثالاً للنهج الذي قطعته على نفسها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، مسار التكريم للشهداء الأبرار بإعادة دفنهم ودفن رفاتهم الطاهرة، وتحط الرحال رحال العزم هذه المرة في قرية آثرغان التي تنير دروب هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا وتعيد للأذهان أمجاد الولاية التاريخية الثالثة.